هذا وعاد إلى البلاد اليوم صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعد أن قام نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بترأس وفد السلطنة في اجتماعات مؤتمر القمة 37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمملكة البحرين الشقيقة. وكان في مقدمة مستقبلي سموه لدى عودته عدد من أصحاب المعالي الوزراء. وبعث صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد ببرقية شكر لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى كبار المسؤولين ضمنها سموه تشرفه والوفد المرافق بترأس وفد السلطنة نيابة عن جلالة السلطان المعظم أبقاه الله في مؤتمر القمة 37 لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بمملكة البحرين، مشيدا سموه بالروح الأخوية التي سادت أعمال المؤتمر وعكست الحرص على تعزيز المسيرة الخليجية لتحقيق أهدافها المنشودة، ومعربا عن الشكر والتقدير لما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.